كاس الامم الافريقيه 2022 والمباراه الاولى كده بالنسبه لمنتخبنا منتخب مصر، مباراه مصر ونيجيريا في مجموعتنا المكونه من مصر، نيجيريا، غينيا بيساو والسودان. مجموعه سهله بالنسبه لمنتخبنا، لكن المباراه الاولى مباراه قويه جدا، مستني توقعاتكم فيها تحت في الكومنتات. منتخب مصر ممكن يعمل ايه مع منتخب نيجيريا والنتيجه تكون كام؟ وزي ما احنا متعودين اللي التوقع بتاعه هيكون صح هظهر الكومنت بتاعه في تحليل ما بعد المباراة. والحلقة دي هنتكلم فيها عن كل حاجة كده، كل ما يخص منتخبنا منتخب مصر، الأرقام، الإحصائيات، وكل ما يخص منتخب نيجيريا والتشكيل الأفضل لمنتخب مصر اللي يبدأ بيه ماتش نيجيريا. المباراة المهمة جدا في المجموعات، هنقول ايه أفضل تشكيل نبدأ بيه المباراة دي، وهنخش كده جوه عقل كارلوس كيروش ونشوف بيفكر ازاي وناوي يلعب ازاي في الماتش ده. فقول لي توقعاتك يلا في الكومنتات بسرعة بين مصر ونيجيريا، وكمان قول لي التشكيل الافضل لمنتخب مصر من وجهة نظرك انت، وبعد كده كمل معايا الحلقة وشوف التشكيل الافضل من وجهة نظرك. وما تنساش كمان تخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، لو لسه ما عملتش اشتراك اشترك دلوقتي في القناة وشغل الجرس عشان يجيلك تنبيه بكل الفيديوهات اللي هعملها بعد كده. يلا بينا. كور العالية روكسون القاضي موكون شاط الكورة القاضي موكون القاضي. قبل ما ابدا كلام في اي حاجه كده، حابب اشكر اخواتي وحبايبي كلهم اللي بيدعموني دايما كده من ساعه ما بدات فيديوهات على القناه، واللي بفضلهم وصلنا دلوقتي ل 20,000 مشترك وكسرنا ال 20,000 كمان، وحققت جول كان مهم جدا كنت بسعى له كده في الفتره اللي فاتت. وباذن الله الجول الجديد بقى ان احنا نروح لل 50,000 مشترك، ومن بعديه ال 100,000 مشترك عشان ناخد درع اليوتيوب بقى باذن الله. فمستني دعمكم الفتره الجايه اكتر بكتير من الفتره اللي فاتت كمان. اي حد لسه ما اشتركش ينزل يشترك دلوقتي ويشغل الجرس، عايزين نوصل بقى لل 50,000. ويلا بينا ندخل كده بقى في الحلقه. خلاص ما بقاش باقي غير 4 أيام بس على بطوله كاس امم افريقيا، البطوله اللي كل الناس مستنياها ومستنيين منتخبنا المصري يعمل بطوله قويه جدا، وعندنا امل كبير كمان في اننا ناخد البطوله، مش بس نعمل بطوله كبيره. منتخب مصر طبعا صاحب التاريخ العريق في بطوله امم افريقيا، واكتر منتخب حصل على البطوله 7 مرات كده، لينا نصيب الاسد في البطوله، وباذن الله طمعانين جدا في التمنة. وانا شايف كمان المود العام والجماهير والاعلانات اللي بتحصل وكمان اللعيبة. شفنا طبعا تويتة محمد صلاح اللي اتكلم فيها وقال ان المهمة مش سهلة ابدا، لكن احنا هنحارب على البطولة وباذن الله نقدر ناخدها، وطلب الدعم من الشعب المصري. ونادرا جدا لما محمد صلاح بيرفع حاجة لمنتخب مصر، وواضح ان هو جاي البطولة دي وناوي فعلا ان منتخبنا باذن الله ياخد البطولة. طبعا الراجل حس في توزيع الجوائز كده وبالون دور ان هو مش هياخد الجائزة دي غير لو عمل حاجة المنتخب بلد، والفرصة جاية له بطولة أمم أفريقيا. منتخبنا منتخب محترم جدا، في منتخبات كتير قوية ومنتخبات تحس إن هي أقوى من منتخب مصر كمان، لكن كرة القدم ما فيهاش الكلام ده. 90 دقيقة في الملعب، اللي بيكونوا أرجل واللي مركزين أكتر هم اللي بيقدروا يفوزوا، وبإذن الله منتخب مصر يعمل بطولة كبيرة. نرجع كده نتكلم شوية عن منتخب نيجيريا، واحد من المنتخبات القوية جدا في أفريقيا طبعا. كفاية إن أقول لك إن في تصفيات كأس العالم المباراة الفيصلية اللي مستنيينها كلنا، نيجيريا واحد من الـ5 منتخبات اللي وارد يلعبوك، واحد من المنتخبات اللي تصنيف اول كده من اقوى 5 منتخبات في القارة، وتصنيفه حاليا فوقيك كمان اعلى من منتخب مصر، يعني منتخب قوي جدا. بس لما تيجي تبص للـ5 منتخبات اللي هتاخد منتخب منهم في تصفيات كاس العالم، هتلاقي ان نيجيريا واحد من المنتخبات اللي انت تتمناها من وسط الخمسة كده، لان موجود فيهم الجزائر اللي معروف دلوقتي ان هو اقوى منتخب موجود في افريقيا، وكمان السنغال والمغرب اللي منتخباتهم قوية جدا. فعندك واحد من 2 اللي نتمنى نواجههم كده. ده من وجهة نظري، يقول لي رأيك انت في الكومنتات. مش اسهل منتخبين بالنسبة لمنتخب مصر يا نيجيريا يا تونس؟ اكيد طبعا كل الناس هتبقى عايزة واحد من الاتنين دول انه يقع معانا كده في تصفيات كاس العالم، فادي واحد منهم وهو جاي معاك في مجموعة امم افريقيا، وهنشوف نفسنا قدامهم كده مستوانا هيكون عامل ازاي معاهم. طبعا لعبنا خلاص بطولة كاس العرب وجربنا فيها اللعيبة، دلوقتي وقت الجد، مفيش هزار، البطولة دي احنا عايزينها وعايزين نلعب عليها لاخر نفس كده، ويا ناخد البطولة يا نوصل لابعد نقطه فيها كده باذن الله باداء مشرف جدا لمنتخب مصر. كمان لما تيجي تبص على المجموعه بتاعتك، منتخب مصر، نيجيريا، غينيا بيساو والسودان، هتلاقي ان مصر ونيجيريا كده كده الطبيعي ان هم يصعدوا اول وتاني، لان فرق المستوى كبير جدا عن المنتخبين التانيين، فرق التاريخ وفرق الامكانيات وفرق المستوى وفرق كل حاجه لصالح منتخب مصر ونيجيريا طبعا. فهتلاقي ان المباراه الاولى مع نيجيريا دي مباراه ترتيب كده، المفروض انك بتشوف مين فيكم هيبقى اول ومين تاني، لو اتعادلت
قلته هيبقى الاهداف بعد كده مهمة. لو مصر كسبت تبقى المفروض مركز اول، ولو نيجيريا كسبت تبقى مركز اول. الماتشين التانيين الطبيعي ان احنا هنكسبهم بكل سهولة، اذا كانت غينيا بيساو او السودان فمنتخبات متواضعة جدا بالنسبة لنا. فلازم طبعا نركز جدا في مباراة نيجيريا، لان الترتيب مهم قوي طبعا. انك تصعد اول مجموعة كده ده هيخليك في الدور اللي بعديه تبعد عن اوائل المجموعات اللي هيكونوا طبعا منتخبات اقوى بكتير جدا، تاخد كده منتخب يا اما هيكون مركز تاني او من احسن توالد كمان، فنصعد مركز اول باذن الله ونشوف هيجيلنا مين بعد كده. تعالوا بقى مع بعض كده ندخل جوه دماغ كارلوس كيروش ونشوف الراجل ده بيفكر ازاي لمباراة نيجيريا وناوي يلعب بانهي طريقة. شفنا الراجل طبعا في كاس العرب كده كان بيجرب وكان بيشوف اللعيبة اللي هي كانت بعيدة، وبعد ما جرب لعيبة كتير وكان بيلعب بيهم اساسيين كمان وخنقنا جدا في كاس العرب كده، رجع استبعد لعيبة كتيرة منهم، وكالعادة طبعا القايمة بتاعته كانت مليانة لغط كده وكان فيها مشاكل كبيرة بالنسبة للجماهير كده. لكن الراجل هو اللي بيفكر، هو اللي شايف، هو اللي هيتحاسب في الاخر، وهو اللي هيشيل اذا كان قدر يعمل بطولة قوية وياخد البطولة او يوصل فيها الابعد نقطة باداء مشرف كده ولا هيخرج بدري، وساعتها هو اللي هيتحاسب وهو اللي هيشيل. فاحنا مش هنعمل اي حاجة دلوقتي غير ان احنا هندعمه للنهاية وهنشوف الراجل ده هيودينا لفين. الراجل طبعا بيلعب بتشكيل 4-3-3، واعتقد ان التشكيل ده مش هيتغير ومنتخبنا هيلعب بنفس الطريقة دي في كاس الامم. ومستني رأيكم في الكومنتات بالطريقة الافضل اللي منتخب مصر يلعب بيها في المباراة الاولى قدام نيجيريا كده، وهقولك التشكيل الافضل من وجهة نظرنا. طبعا خلاص القايمة اتحسمت والقايمة موجودة هتلاقيها فوق في حلقة قبل كده اتكلمنا عنها وقلنا مين المستبعدين اللي كان مهم جدا يكونوا موجودين مع مصر في امم افريقيا ومين اللعيبة اللي اتظلمت فعلا. ارجع الحلقة دي واتفرج عليها، حلقة كانت مهمة جدا. لكن منتخبنا التشكيل الافضل بالنسبة لي اننا هنلعب 4-3-3 بطريقة الراجل، مش هنغيرها. في حراسة المرمى طبعا محمد الشناوي خلاص حارس منتخبنا الاساسي، رباعي خط الظهر ما عليهمش خلافات كبيرة، باك يمين هيكون اكرم توفيق، باك شمال ابو الفتوح، واتنين سرد باكات الونش وجنبيه حجازي رباعي خط الظهر، اللي نادرا لما تلاقي اتنين يختلفوا على مركز فيهم كده. وثلاثي نص الملعب بقى حمدي فتحي هو رقم 6، اللاعب المدافع القوي من وجهة نظري اللي يرتكز عليه منتخبنا، لاعب مهم جدا طبعا في منتخب مصر حمدي فتحي، وكمان بيعمل ادوار هجوميه مميزه، بيشوط من بره ال 18 وبيدخل الصندوق وبيلعب بدماغه، فلاعب مميز جدا طبعا. وثنائي نص الملعب التانيين اللي هيكونوا قدامه رقم 8 اللي بيروح وييجوا كده، عايه يمين من وجهه نظري العب باحمد سيد زيزو في مكان ما بيلعبش فيه مع نادي الزمالك، لكن هو كان مكانه الاساسي على فكره اول ما طلع. احمد سيد زيزو عنده باور قوي جدا وعنده لياقه وعنده سرعه، يقدر يروح ويقدر يرجع يعمل الواجبات الهجوميه والدفاعيه ويكون ناحيه اليمين، لان احمد سيد زيزو في اليمين بيكون خطير جدا، رفعاته مميزه جدا جوه ال 18، عنده رجل يمين حساسه فعلا، بيقدر يعمل اوفرات ممتازه ويغطي كمان ويقفل ورا محمد صلاح اللي احنا مش عايزين منه اي واجبات دفاعيه، احنا عايزينه يبدع في الحته الهجوميه، الحته اللي هو متميز فيها. والناحيه الثانيه من وجهه نظري يلعب النني في بدايه المباراه، لاعب بقاله فتره كبيره جدا في الدوري الانجليزي، خبرات كتيره عند محمد النني، يقدر يعمل المهمه الهجوميه والدفاعيه برضه ناحيه الشمال. قدامهم ثلاثه كده طبعا، محمد صلاح ناحيه اليمين في الحته بتاعته اللي بيحبها، والناحيه الثانيه من وجهه نظري نبدا بمرموش، هو اللي جاهز دلوقتي وهو اللي يبدا من اول مباراه، ومهاجم طبعا مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الافضل حاليا من وجهه نظري. دي كده التشكيله الافضل في رايي انا، قول لي تشكيلتك انت تحت في الكومنتات، وقول لي المراكز اللي ممكن تكون اختلفت فيها معايا. طبعا تريزيجيه مش موجود في التشكيل بتاعي لان الراجل لسه راجع من اصابه كده، لكن الحمد لله تريزيجيه جاهز 100%، لكن انا بفضل في اول ماتش يكون موجود على الدكه، ورقه رابحه قويه جدا لمنتخب مصر، وممكن من الماتشات اللي بعد كده يبدا من اول الماتش على طول اذا كان في غينيا بيساو او في السودان، ويرجع كده للملعب بسرعه، لان تريزيجيه طبعا واحد من اهم العناصر اللي موجوده في منتخب مصر. قول لي رايك بقى في الكومنتات، التشكيل ده هو الافضل فعلا لمنتخبنا ولا عندك تشكيل احسن من ده، ولا ايه العناصر اللي بتختلف فيها معايا كده؟ هشوف كومنتاتكم كلها، وما تنساش كمان توقعك لنتيجه المباراه، ممكن تخلص كام كام بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا، المباراه اللي هتكون قويه جدا وزي ما احنا متعودين اللي التوقع بتاعه هيكون صح هظهر الكومنت بتاعه في تحليل ما بعد المباراه اللي هتكون في نفس اليوم باذن الله. مستني توقعاتكم كلها، وما تنساش بقى اللايك للفيديو، لايكات كتير بقى الفتره الجايه، عايزين الفيديوهات توصل لكل الناس كده، وشير على قد ما تقدر، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب دلوقتي، شغل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هعملها بعد كده. سلام.